حبايبي عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده بالصلاه على النبي يومياتي، يعني انا وابني عند ماما بركه. بالصلاه على النبي النهارده مش هنعمل سلطات، لان احنا ايه يعني زي ما تقول زينا من السلطات، وعندي ترشيات كتير، فهنشرب هناكل ايه ترشيات النهارده من اللي انا عاملاها. هنعمل النهارده عصير، تعالوا نشوف. بالصلاه على النبي كل سنه وانتم طيبين. بالصلاه على النبي احنا النهارده هنا عند ماما بركه. ماما بركة بتقول لكم كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بقى ايه؟ مش هنعمل سلطة، هنعمل عصير. لان احنا عندنا مخللات كتير بصراحة، واحنا كل يوم شغالين سلطة، فزي ما تقولوا كده ايه يعني زهقنا وعايزين ناكل، المخللات هتبوظ مننا. فهنقول لكم على العصير، وابني معاكم يوميات، انا وابني في رمضان. وقولي يا حبيبي هتعمل ايه بقى؟ بص مبدئيا يا حاجة، ايوه حبيبي، ده صوبيا. الكيس ده بيتباع لوحده كده، هو تقريبا حوالي 50 جرام. تمام، هو اللتر ليه كيس. هو المفترض اللتر ليه كيس، بس انت بتحط كيسين. انا بحط كيسين عشان انا بعمل حوالي لتر ونص، واخده بالي. انا برضه يعني بنقول مثلا وبخلط ما بين لبن وميه. يعني هو ده ممكن يتعمل بميه، بس انا بحط لبن. هو بيتعمل ايه؟ اللتر على كيس. انت بتحط كيسين، بتحط لبن وتزود ميه، صح؟ بحط لبن وزود ميه. طب سمي الله. يلا ود، ادي اول كيس اهو. الكيس اهو. الصلاه على النبي، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. رمضان كريم علينا وعلى الجميع يا رب. وادي باذن الله الصلاه على النبي الكيس الثاني. الصلاه على النبي، بسم الله الرحمن الرحيم. السكر ده يا جماعه حسب الاحتياج، حسب كل واحد وتقبله للسكر. احنا بنحب الحاجه مسكره. احنا بنحب الحاجه مسكره قوي. ادي واحد، اثنين. الصلاه على النبي، كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. النهارده يوميات انا وابني هنعمل عصير بس. بالصلاه على النبي وبسم الله الرحمن الرحيم. خمس معالق. اللهم صل على النبي. وبعد كده بسم الله الرحمن الرحيم بنحط تقريبا نص لتر من اللي هو اللبن اللي هو بخيره ده. بسم الله. وبرده اللبن الثاني برده ما يجراش حاجه، بس بيتغلي ويتبرد. انما هو بيجيب الكياس دي عشان ما تغليش، بيفضي من الكيس على طول. انما اللبن البلدي بتاعنا برده حلو، بس نغليه عشان لو في اي حاجه. صلاه على النبي، سمي الله. هتضربه في الخلاط طبعا النهارده. ماشي. صلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص كده حبيبي، يلا شيل. بصي انا كده، لا هو يعني ايه، انا ممكن ازودها ميه كمان هنا. تمام. وممكن في الدرق على طول اللي هنصب فيه بعد ما تفضي. طيب فضي وبعدين وضع. ليه بقى كمان؟ لان انا ممكن لو عملته كده وضربته كمان مره. تمام، هيطلع بره الشفشق او بره الخلاط. ماشي، فانا مش عايز يحصل كده. طب فضي وبعدين وضع حبايبي. ماشي. بصي على النبي، انا خلصت لك الصوبيا اهو. طب حبيبي عسل جميله. بصي انا مش مكتر سكر عشان تبقى عارفه، عشان في ناس ما بتحبش السكر كتير. ماشي، واحنا برضو حبينا نحط سكر تاني. هي الصلاه على النبي، جميله جميله جميله، عسل كده جميل. بتعمل ايه بقى تاني؟ بصي هي الصوبيا دي عامه بتبقى عليها لبن. بس احنا عشان بنحب اللبن بيبقى مغذي ومفيد. مفيد عشان صايمين. فبنزود اللبن. عشان صايمين. المعيار بتاع اللبن والميه. اللبن نص الميه. حلو. يعني لو هعمل. فضيت نص الكيس الكيلو وفضيت نص. هي تقريبا نص لتر. على لتر ميه كامل. حلو. حلو جميل. هتعمل ايه بالصلاه على النبي؟ هعمل بقى مانجا. طب يلا كمل الله. عندك الشفشق هناك اهو. الصلاه على النبي. حبايبي عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. احنا هنا عند ماما بركة بالصلاة على النبي، برضه هو اللتر ليه كيس، بس هو بيحب يحط كيسين عشان هو انا برضه بنقول برضه عشان حبايبنا برضه اللي يحب برضه يبقى عارف الطريقة، عشان الدرق ده اكبر من اللتر. ماشي، يعني بياخد ازازة ويه. بالصلاة على النبي، انا كده حطيت الكيسين اهم. وبرضه هحط سكر قليل، مش ماشي. كتير يعني ماشي. اربع معالق، مش اكتر من كده، ما يجراش، لان هو اصلا هو بيبقى سكر عليه سكر مركز. جميل. فاحنا لما بنحط، وحبايبنا برضو اللي تعجبه الطريقه ويشوف كده يكتب لي
ويقول لي رأيكم ايه في يوميات انا وابني في رمضان بالصلاة على النبي، هتعجبكم بإذن الله. هي حاجة كده بسيطة وخفيفة ان شاء الله، يعني أأمن من العصائر اللي هي اللي مفتوحة. يعني هو بيحب يعمل لنا كده الحاجات دي في رمضان على طول، كل سنة وانتم طيبين. هو بيجيب العصائر كده على طول، هو جاي من الشغل وهو اللي بيجي يعملها بالصلاة على النبي. انا كبير كنت عملت بلح بلبن، عملت طبق خشاف، بس انا برضو سلمت الامر النهارده، سلمت الامر الشهر ده، قلت له بقى طالما هتعمل بيك العسير قوم بيه كله. انت فضيت الوقت السكر و ما حطيتش الميه كلها، حطيت بس نص كده يعني عشان ادوب. بالصلاه على النبي النهارده مش هنعمل سلطات ولا حاجه، احنا هنحط ترشي من عندنا بقى، من اللي عندنا ده طبعا انتوا شفتوه عاملين ترش كتير، فالنهارده مع الوجبه بتاعتنا هناكل ترش. النهارده يومنا عسير بس. انا حبايبي انت كده خلصت يا حبيبي العصير؟ كده الصبية صبيناها اهي. طيب تمام ماشي. في بقى الاسوس اهو ماشي، ده بتاع ده يومنا ده بيجي مخصوص، ده ما بنعملوش، ده بيجينا مخصوص. بالصلاة على النبي كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. هنا ماما بركه يومياتي يا لوبي، تعالوا افطروا معانا، تعالوا اشربوا عصير، وقولوا لي رايكم ايه على الحاجات اللي بنعملها. يا رب تكون عجباكم ونكون يعني مستوانا حلو كده، واحنا بنعمل كل حاجه تعجبكم. بالصلاه على النبي كل سنه وانتم طيبين. كده خلصت. بسم الله الرحمن الرحيم يا حبايبي، عاملين ايه؟ هنا ماما بركه، انا بسال عليكم. يومياتي انا وابني بالصلاه على النبي، عملنا ده عيد اسوس، دي صوبيا ضاربها في الخلاط مش حاطين عليها اي حاجه، وده برتقال كله بواكي تاني بالصلاه على النبي. وان شاء الله تعجبكم الوجبه بتاعتنا، وان عجبتكم حاجتي انا وابني اكتبوا لي قولوا لي عامله ايه، ومستنياكم في الفيديو الجاي.